بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة من الصوت للبرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي دائما مع المكونات. اليوم سنرى مكون أكشن ليست. مكون أكشن ليست هو يضم مجموعة من الأعمال والإجراءات لربطها مع مكونات أخرى والتحكم في خصائص هذه المكونات من طرف هذا المكون Action List. إذن نفتح الدلفي، إذن ومشروع جديد. ثم إلى قائمة ستاندر، ومن هنا نجد مكون Action List. إذن نضعه على الفور. من الخصائص التي يحتوي عليها لدينا الخاصية Images والاسم والState، يعني Normal أو Suspended، ولدينا التاج. نضغط عليه ضغطتين، إذن يظهر لنا هذا الإديتور. إذن في الإديتور لدينا الكاتيجوريز، لدينا الأكشنز VCL، أكشنز VCL. إذن نحن نريد مثلا أن نربط هذا الأكشن ليست بعدة مكونات ونتحكم فيها عن طريق هذا الأكشن ليست. لدينا مثلا مكونات بيت بيتين، هنا لدينا بيت بيتين واحد وبيت بيتين اثنان مثلا وبيت بيتين ثلاثة، ثلاث مكونات من البتنز. إذا نقوم بوضع نفس الهايت لها ونفس الويدت. إذا نقوم بوضعها هكذا هنا. ثم نضع من خلال القائمة ستاندر مين منيو ونضع بوب اب منيو. إذن في المين منيو مثلا نضع مثلا هنا فايلز، ونضع داخل الفايل أو نضع إديت كذلك أو إديشن. هنا داخل الفايلز نضع مثلا نيو ونضع إديت، وضع ديليت. ونضع exit. من هنا نضع copy it. نضع أو عفوا هنا نضع edition. هنا نضع كوبي، هنا نضع كات، هنا نضع سيب أي شيء. وفي البوب اب منيو نضع Add Modify ونضع Delete. إذا نأتي إلى الـ Action List ونقول له Action واحد،
إذا من هنا نصنف هذه الأكشنز من خلال الكاتيجوريز. إذا نقول له كاتيجوريز مثلا فايلز، وفي الأكشن هذه نقول له تسمية خاصة بها عن طريق المين منيو، وهي مثلا أكشن هنا نيو، فيتغير النيم وتتغير الكابشن كذلك. ثم نضيف أكشن أخرى ثانية وهي إيديت، ثم أكشن ثالثة وهي ديليت. ثم لدينا الأكشن الرابعة وهي الإكزيت. ثم نذهب إلى نيو كاتيجوري كذلك، نذهب إلى هنا بعد كاتيجوري، نضغط هنا على أكشن أخرى، هذه الأكشن نذهب إلى الكاتيجوري الخاصة بها ونقول له إيديت مثلا أو إديشن. وهنا في الأكشن في الإديشن لدينا في الأكشن لدينا كوبي، ثم لدينا أكشن أخرى وهي كات، أكشن أخرى كذلك وهي سيب. إذن هذه هي مجموع الأكشنز الموجودة هنا، لاحظوا كيف أصبحت مجمعة داخل الكاتيجوريز، كاتيجوري فايلز فيها نيو إيديت ديليت إكزيت، والكاتيجوري إديشن فيها كوبي كات سوب بحسب هذه الأزرار الموجودة هنا في المين منيو. نأتي إلى هذه الأزرار كذلك، نقوم بسحبها من هنا، نضع فقط بعض الأزرار مثلا زر هنا الأول هو خاص بالإضافة هنا نيو، هذا نيو، هذا إديت، ومن الإديشن نضع مثلا كوبي أو كات أو سيب. إذن كيف تعمل هذه الأكشن ليست؟ عن طريق هذه المكونات. إذا نأتي إلى الأكشن ليست هنا، أولا نقوم بالذهاب إلى Win32 ونضع Image Lists هنا من داخل الـ Image List، نتركها 16 ل 16، ثم نضيف بعض الصور أو الأيقونات من داخل الملف الموجود لدينا مسبقا، ديسكتوب 16 ل 16، ونضع بعض الأيقونات مثلا من هنا إلى غاية هذه الأيقونات ثم أوكي، ونربط الأكشن ليست بالإيماج ليست الخاص بنا، ونأتي إلى المين منيو نربطها مع الإيماج ليست الخاصة بنا، بوب أب منيو كذلك نربطها مع الإيماج ليست الخاصة بنا، الباتنز توجد بها أكشن. إذا حين وضع الزر هذا تعليم على الزر هذا، لاحظوا هذا رقم 1 وهذا رقم 3، إذا نعلم على هذا الزر نضغط على أكشنز فتظهر جميع الأكشنز التي وضعناها، مثلا نضع نيو. إذا لاحظوا هنا عندما نضغط على نيو تتغير الكابشن الخاصة بالباتن إلى هذه الكابشن نيو، قبل كانت بتيان واحد الآن أصبحت نيو. كذلك هنا إذا قمنا ب
تغيير مثلا إلى إيديت مثلا، لاحظوا كيف تتغير، ثم إلى هنا كذلك ديليت مثلا تتغير إلى ديليت. هذا هو عمل الأكشن ليست. إذا ومن خلال هذه الأكشنز، لاحظوا مثلا هنا عندما نضغط على نيو، لاحظوا نيو، إذا نيو اكزيكيوت سنتر سندر اوبجكت، لاحظوا هنا من خلال نيو اكزيكيوت سندر اوبجكت يعطينا التي اكشن. نيو هي عباره عن تي اكشن، ومن خلال هذه التي اكشن اون اكزيكيوت نظهر مثلا شو مساج، مثلا شو مساج add new item مثلا، وهذا نقطة فاصلة. إذا عندما ننفذ، إذا ونضغط على الزر هنا، إذا لاحظوا add new item، مع أننا قمنا بالبرمجة على مستوى الأكشن ليست وليس على مستوى البطن. نلاحظه هنا عندما نضغط مثلا على البطن ضغطتين يذهب بنا إلى الأكشن، لاحظوا بيت بيتين ولكن يذهب بنا إلى الأكشن. الأون كليك هي نيو إكزيكيشن، والإكزيكيشن الخاصة به هي في النيو التابعة للأكشن ليست. كذلك إذا قمنا بالعمل كذلك على الإيديت، إذا لاحظوا في الإيديت كذلك لما نضغط ضغطتين، إذا show message ونضعها هنا ونقول له edit item مثلا edit item ننفذ. إذا لاحظوا هنا عند الضغط على الإيديت تظهر لنا الإيديت أيتم شو مساج الذي وضعناه والذي يقول لنا إيديت أيتم. من هنا نستطيع التحكم في الأزرار والمكونات الأخرى عن طريق الأكشن الأكشن ليست. الآن نعود إلى الأكشنز الخاصة بنا ونضيف إلى هذه الأكشنز، لاحظوا هنا نضيف Image Index. نذهب أولا إلى File New Image Index الخاصة به، نضيف مثلا هذه Edit، نعطيه أي قيمة نريد هكذا مثلا ديليت، ثم إكزيت. ثم في الإديشن كذلك نعطيه كوبي، نعطيه هذه مثلا كات، هذه مثلا سوب، ولاحظوا داخل البطن كيف أخذ هذه الأيقونات التي وضعناها في الأكشن ليست. إذا نأتي الآن إلى مين منيو، نفتح المين منيو، هنا داخل المين منيو نربطه مع الأكشنز، لدينا نيو نربطها مع نيو، لدينا إيديت نربطها مع الإيديت، كذلك ديليت نربطها مع ديليت، إكزيت
ثم في الإيديشن كوبي، ثم كاتس، ثم سويب. نأتي إلى البوب أب منيو، داخل البوب أب منيو كذلك الأكشن خاصة بالأد نيو، نعطيها مثلا موديفاي، نعطيها إيديت. لاحظوا كيف تتغير هذه القيم، موديفاي هنا الأكشن نعطيها إيديت، لاحظوا ديليت كذلك نعطيها ديليت، تتغير جميع هذه القيم الخاصة بالكابشن. إذن نأتي هنا وننفذ. إذن لاحظوا new add new item edit edit item، لاحظوا كيف الزر الثالث هو disabled، حتى هناك أيقونات disabled بسبب أننا لم نقم ب ملء هذه الأكشنز لأنها فارغة، مثل الدليت مثلا هي فارغة. لاحظوا لو وضعنا مثلا show message delete item، إذن وننفذ. إذن لاحظوا كيف يظهر الزر enabled، لاحظوا ديليت، وهنا كذلك يظهر الزر enabled ديليت. ولاحظوا عند الضغط هنا في النيو تظهر لنا add new item، المسج الذي وضعناه سابقا، وفي الإيديت كذلك item الأكشن الخاصة به. إذن الأكشن الخاصة به تعمل هنا وتعمل كذلك هنا. نربط الفورم بالبوب اب منيو الخاص بنا، فورم بوب اب منيو، ننفذ. إذن ولاحظوا البوب اب منيو كذلك عند الضغط على نيو تظهر add new item، كذلك في الإيديت تظهر edit item. إذن الأكشن أصبحت موزعة على جميع هذه المكونات، على المين منيو، على البوب أب منيو، وعلى الباتنز. هنا إذا قلنا له مثلا في الأكشن ليست الخاصة بنيو، لاحظوا show message، هذه show message تعمل على جميع المكونات، يعني الأكشن ليست توزع الأكشنز على المكونات التي ترتبط بها، بالنسبة للأيقونة، بالنسبة للكابشن، وبالنسبة للأكشن، يعني ماذا يفعل هذا الزر أو ماذا تفعل هذه الأكشن. هنا قمنا فقط بمثال عن show message. يمكنكم عمل new أو edit أو delete، أو بالنسبة لقواعد البيانات يمكنكم العمل بها دون إعادة الأكواد في كل مرة. بالنسبة لجميع الأزرار نستعمل Action List بكود واحد يعمل على جميع هذه المكونات بما فيها هذه الباتنز، وبما فيها المين منيو، وبما فيها البوب أب منيو كما تلاحظون هنا. ونتحكم في كل هذه الأزرار و القوائم والقوائم الجانبية عن طريق كود واحد فقط. إذن ويمكننا كذلك من خلال هذه الأكشنز استعمال الشورت كات، الشورت كات التي تعمل مع أزرار الكيبورد، إضافة إلى ترابط بين زرين مثلا كنترول جي بالنسبة للإيديت، النيو مثلا نعطيه كنترول ان مثلا في النيو، نعطيه كنترول ان كذلك اكزيتس، نعطيه كنترول
او مثلا او كنترول اس او ار، اذا ننفذ ونرى كيف اصبحت هذه. اذا لاحظوا نيو كنترول ان اديت كنترول جي، كذلك هنا اصبحت كنترول ان كنترول جي. اذا اذا قمنا بالضغط على كنترول ان من خلال الكيبورد، اذا يظهر Add new item الميساج الأول، وإذا ضغطنا على Ctrl G تظهر هذه الرسالة. إذا نذهب هنا ونقول له On Screen Keyboard، نأتي إلى هنا نعلم على التطبيق الخاص بنا ثم نضغط على Ctrl و N، إذا يظهر Add new item. وإذا ضغطنا على كنترول جي مثلا، لاحظوا كنترول جي تظهر Edit Item. إذا كان هذا درس حول مكون الأكشن ليست وكيفية استعماله مع مكونات أخرى في الدلفي. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.